البداية انتقل إلى رحمة الله اليوم العميد حفصي عبد الله رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي. وأمام هذا المصاب يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم وإلى كافة أسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.